علاء الشربيني بقى، يعني الشيف الماهر. علاء مساء الفل. يا علاء مساء الخير. انا بشكرك شكرا جزيلا على الدعوه الجميله وعلى الفتة اللي كلناها النهارده واللحمه بالهنا والشفاء. احنا هنتعود على كده. ربنا يخليك. اشكرك على، قول لي علاء الفكره دي جات لك ازاي؟ انك والله الفكره دي ابسط شيء نقدر نقدمه لكل اخواتنا عمال قناه السويس اللي بيحفروا مش قناه السويس بس، بيحفروا لمستقبلنا ومستقبل اولادنا. صحيح. الفكره دي جات لي كنت من رمضان، بعد رمضان كده على طول. فشايف كل الناس كلها مبسوطه بقناه السويس، وشايف الناس كلها رايحه، وشايف الناس بتساعد. انا ما عنديش حاجه اقدر املكها غير ان انا راجل بتاع اكل. طيب ودي حاجه مش قليله. يا فندم دي حاجه مش قليله. الحمد لله. فدي اللي اقدر املكها، ان انا اقدر احاول اساعد بيها اخواتي. فكرت ان انا اقدر يعني اعمل ايه؟ طيب اروح اطبخ لهم هناك، ممكن ما يرضوش. طب احاول اجيب اكل ونروح، ممكن تبقى شكلها وحش. طب احاول ان انا اعمل ايه؟ طيب عرضت الفكره بالفعل على السيد علاء الكحكي، وقلت له انا عايز اعمل كذا كذا. وطبعا هو الراجل ما استناش، قال لي خلاص نعمل للكل. طبعا للكل دي كان موضوع ترى شخص، فكانت كبيره عليا انا شخصيا. هو كان عايز يعمل الرقم ده كله، فاكيد ده مش سهل. فاللي قدرنا عليه النهارده الحمد لله، وصلنا لحد 2000 شخص يقدر يتغدى ونلم بعض ونقعد بالشكل الجميل اللي كان موجود ده. قعدت تطبخ في قد ايه علاء؟ يومين. يومين بتطبخ؟ 48 ساعه دايت. طبخت هناك طبعا كله. احنا طبخنا جزء هناك وجزء في حته، يعني الجزء الاول. طب احنا هنتفرج على دوت، انت مصوره؟ كله متصور، كله مصور الطبيخ يعني دوت والحاجات دي كلها؟ كله متصور وكله معمول من قبلها بيوم او بيومين، متصور حتى في القاهره هنا في وقت المطبخ وهو في الطبخ. طيب هناك كمان نفس الموضوع. طيب يا علاء انا بشكرك شكرا جزيلا، انت راجل جميل وليك ليك جمهور كبير. اشكرك استاذ علاء الشربيني صديقنا الشيف الجميل وصديق عزيز واخ غالي. طبعا احمد شتا طبعا مدير الانتاج بنشكره لان هو اللي عمل المساله دي كلها. في حاجه بقى مش موجوده على المنصه اللي انت شايفينها جنب دي، وهي المذيعه الرقيقه الجميله النشطه ريهام سعيد، مش موجوده لانها كانت مجرد ما راحت هناك انطلقت في وسط الناس، خدت الكاميرا وجريت في وسط الناس، واعتقد ده هتشوفوه في حلقتها ان شاء الله. انطلقت بقى ريهام في وسط الناس دي كلها، في وسط المهندسين والعمال والجنود، وعملت شغل كويس قوي قوي قوي. انتوا عارفين ريهام نشطه ومتحركه، فيعني هي مش موجوده على المنصه لكنها موجوده في كل مكان، في المكان اللي احنا كنا موجودين فيه. تعالوا كده نبص تقرير بقى ونقفل بعد التقرير عشان نقابل بقى الشيخ خالد الجندي، لانه ما فيش وقت لاي حاجه تانية. لا مش هناخد اي حاجه خالص غير الشيخ خالد الجندي. شيخنا وصل بالسلامه، ونتكلم بقى عن رحلته في الحج وعن اشياء كثيره مع الشيخ خالد الجندي. نشوف التقرير اللي كنا فيه النهارده، ونلتقي بعد الفاصل مع الشيخ خالد الجندي ان شاء الله. المنظر اللي انتم شايفينه ده يعني انجاز تاريخي للشعب المصري. احنا اولاد مدن القناة بنرحب بكل العاملين من كل المدن ومن كل القرى في جمهورية مصر العربية جميعا، واحنا بنفخر مشروعنا ومشروع اولادنا ومشروع احفادنا وكل الاجيال اللي جاية. فاحنا لو كلفنا باكتر من كده احنا جاهزين، ولو كلفنا ب 6 اكتوبر جديدة و73 جديدة احنا ان شاء الله جاهزين. الحمد لله احنا ان شاء الله كده قدامنا بالظبط 10 ايام ونسلم على شغل الكركات. المجهود اللي مبذول احنا الحمد لله شغالين 24 ساعة فعلا، يعني مش 24 ساعة كلام. احنا بنحصر شغلنا كل 3 ايام، بنلاقي شغل الثلاث ايام شغل 15 يوم. بشتغل 12 ساعة وبنريح ساعتين في ال 12 ساعة. يعني 10 ساعات ونريح ساعتين. وناس ليها بديل تاني برضه. اشتغلت 12 وبريح ساعتين، يعني ليل نهار 24 ساعة شغالين. طبعا دي حاجة للتاريخ. مبسوط جدا وسعيد جدا ان انا موجود هنا في قناة سوس الجديدة. ونتسجل في التاريخ دي من سنه 69 ما اتعملش هنا اي حاجه، فاحنا بنجدد المشروع ده من جوله جديده. بنعمل انجاز اصلا وبنساعد في خدمه مصر يعني.
على اساس احنا نطور البلد وان شاء الله تتقدم ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله عز وجل هتتفتح بعد سنه باذن الله. على اللي احنا شايفينه والمجهود اللي بتبذل فعلا ان شاء الله هتتفتح بعد سنه. احنا من سوهاج من مركز المراغه جايين من اخر بلاد المسلمين عشان نشتغلوا هنا. هو ان شاء الله عشمانين من ربنا ان القناه دي مشروع للامه العربيه والمصريه بالاكمل. يعني ان شاء الله ان شاء الله عشمانين من ربنا عيالنا ترتاح بعدين. احنا هنعمله لعيالنا وعيال عيالنا. يعني نستعد ونشتغل ببلاش من غير حاجه ابدا، بس اهم حاجه ننمو اقتصاد المصري. الدنيا هنا تمام، يعني الحمد لله مرتاحين في المعيشه والاكل والشرب تمام، وان شاء الله النهارده نتعب بكره نرتاح بكره ان شاء الله. يعني من اهم المستقبل اللي قدام. بس المشروع ده مشروع قومي ومشروع كبير وهيتنفذ، واللي بيسمع من بعيد ان هو المشروع ده وهمي يجي هنا على ارض الواقع ويشوف الحجم الشغل اللي احنا بنعمله هنا. الشغل ده هيتنفذ قبل سنه، وان شاء الله المركب هتمشي زي ما وعد الرئيس السيسي بالظبط ان شاء الله. بعد الفاصل، اللقاء الأسبوعي مع فضيلة الشيخ خالد الجندي.